السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا هنتكلم عن الدرس الثاني الأقاليم أم الأخير؟ تعالوا كده نتعرف مع بعض الأول يعني أقاليم مناخية. أقاليم مناخية هي مناطق منفصلة أو متصلة من سطح الأرض، مش شرط تكون المناطق دي جنب بعضها أو بعيدة عن بعضها، ولكن لازم تكون متشابهة في خصائصها المناخية العامة من حيث الحرارة والرياح والأمطار. العلماء قسموا الأقاليم المناخية على أسس، تعالوا نشوفها مع بعض أسس تصنيف الأقاليم المناخية. ألف تشابه درجة الحرارة، ب تشابه كمية المطر، ج تشابه نوع الرياح الثابت. شوف مع بعض أنواع الأقاليم المناخية. عندي الأول الأقاليم المناخية الحرة. الأقاليم المناخية الحرة تنقسم إلى أربع أقاليم. الأقليم الأول فيهم هو الأقليم الاستوائي وشبه الاستوائي، وده بيمتد بين دائرتي عرض 10 شمالا و10 جنوبا، طبعا هنلاقي معظمه موجود حوالين خط الاستواء بين الأقليم الاستوائي. ثاني أقليم معايا هو الأقليم المداري أو ما يطلق عليه أقليم السفر. بيمتد بين دائرتي عرض 10 و 18 درجة شمالا وجنوبا، يعني موجود فوق وشمال وجنوب خط الاستواء. الأقليم الموسمي بيمتد جنوب شرق قارة آسيا ومش مدين ليه بوادر عرض. الأقليم الصحراوي الحار، وده بيمتد بين دائرتي عرض من 18 ل 30 شمالا وجنوبا غرب معظم القارة. ثاني نوع معانا من الأقاليم المناخية هي الأقاليم المعتدلة الدفيئة، وهنلاحظ إن الأقاليم المعتدلة الدفيئة كلها تقع بين دائرتي عرض من 30 درجة ل 45 درجة شمالا وجنوبا، ولكن مع اختلاف المناطق. أول حاجة أقليم البحر المتوسط اللي إحنا موجودين فيه، وده بيمتد بين دائرتي عرض 30 درجة و 45 درجة شمالا وجنوبا، ولكن موجود في غرب معظم القارة. ثاني اقليم معايا الاقليم المعتدل الدافئ او ما يطلق عليه الاقليم الصيني، ده بيمتد بين دائرتي عرض برضه 30 درجه و 45 درجه شمالا وجنوبا، ولكن في شرق القارات. ثالث اقليم هو اقليم الصحاري المعتدله، الذي يمتد بين دائرتي عرض من 30 درجه ل 45 درجه شمالا وجنوبا في داخل القارات. ثالثا وثالث نوع معانا من الأقاليم المناخية هي الأقاليم المعتدلة البارده. عندي فيها ثلاث أقاليم. الأقليم الأول هو أقليم غرب أوروبا، وده بيمتد بين دائرتي عرض من 45 ل 60 درجة شمالا وجنوبا في غرب القارات. الأقليم الثاني هو الأقليم المعتدل البارد اللي موجود في شرق القارات، برضه بيمتد بين دائرتي عرض من 45 درجة إلى 60 درجة شمالا وجنوبا في شرق القارات. ثالث حاجه الاقليم القاري البارد، وده بيمتد بين دائرتي عرض 45 و 60 درجه شمالا وجنوبا داخل القارات. يبقى زي ما قلنا على الاقاليم المعتدله الدافئه، هنقول برضه الاقاليم المعتدله البارده ان كلها تقع بين دائرتي عرض من 45 درجه ل 60 درجه شمالا وجنوبا، ولكن مع اختلاف المناطق. اخر نوع معانا من الاقاليم هي الاقاليم المناخيه البارده، وتنقسم لقسمين. الاقليم البارد اللي هو اقليم التندرا، وده موجود من 60 ل 90 شمالا وجنوبا عند نقطتي القطب الشمالي والجنوبي. والاقليم الجبلي ده بيشغل القمم الجبليه والمنحدره.